وفاة الأمير ابن المقدم. في هذه السنة توفي الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم، قائد من الولاة المقدمين في العهدين الزنكي والأيوبي. استخلفه أبوه على قلعة سنجار قبل أن يدخلها الأمير نور الدين زنكي، فلما دخلها أصبح ابن المقدم من قادته. بعد وفاة نور الدين بدمشق تولى ابنه الصالح وكان صغير السن، فتولى ابن المقدم تدبير الدولة، لكن أمورها اضطربت، فكتب إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي بمصر يستعين به، فدخل صلاح الدين دمشق وولاه على بعلبك مدة، ثم جعله من أمراء جيشه. شارك ابن المقدم في حروب الصليبيين إلى أن تم فتح القدس، ثم أرسله صلاح الدين أميراً على الحج الشامي، فاصطدم مع أمير الحج العراقي تاشتكين وأصيب بجراح، فمات بمنى بالديار المقدسة.